بعد زواج عرفي لثلاث سنوات، أدت مشاجرة كلامية بين المذيعة شيماء جمال وزوجها إلى ضرب الزوج لزوجته على رأسها وتهشيمه بمسدس، ثم خنقها بشال كانت ترتدي، ثم أخفى جثتها وهدد الشاهد الوحيد على جريمته، وهو أحد المتواجدين من معارفه في المكان لحظة الجريمة. هدده بأنه سيقتله إذا تحدث وحبسه في مزرعته، ثم انطلق إلى المركز الأمني يبلغ عن اختفاء زوجته. لكن تمكن الشاهد من الفرار أدى إلى كشف جريمة الزوج، وكان أول قرار اتخذته المحكمة رفع الحصانة عن الزوج كونه يعمل في السلك القضائي، وهو اليوم يمثل أمام المحكمة بعد أن عثرت الشرطة على الجثة في فيلا يملكها بالمنصورة.